يقول العلماء يكفرون الساحر ويقول يقتل حدا، لم يفهم هذا الأمر. أولا تكفير الساحر محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفره ومنهم من لم يكفره، ومنهم من قال إن هذا فيه تفصيل كالإمام الشافعي، فيقال للساحر صف لنا سحرك، فإن كان سحره عن طريق عقاقير وأدوية ونحوها فإنه لا يكفر، وإن كان عن طريق الشياطين حيث يعمل أعمالا كفرية إنه يكفر، هذا هو الأقرب والله أعلم. وأما بالنسبة لقتله أيضا هو محل خلاف بين أهل العلم، لكن ورد في حديث جندب بن عبد الله حد الساحر ضربة بالسيف، والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عن جندب، لكن قال الإمام أحمد ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرجع في قتله إلى الحاكم الشرعي، إن رأى أنه يقتل فيقتل، وإن رأى أنه يستتاب فإن تاب لم يقتل، فالمرجع في ذلك له، المرجع في ذلك للحاكم الشرعي. ولا تعارض بين قول بعض أهل العلم بتكفيره وبين قولهم بقتله، فها هو المرتد. المرتد إذا ارتد وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هو كافر، وفي الوقت نفسه يقتل، ويقتل بحد الردة.